كان في المدينة كان فيه امرأة ساكنة عند المسجد في خباء، أمة سوداء. وكانت هذه المرأة في هذا الخباء لما تدخل على عائشة رضي الله عنها أو على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. يأتونها في الصباح تردد هذا البيت، في المساء تقول هذا البيت. عائشة رضي الله عنها سألتها: ما قصة هذا البيت؟ فقالت هذه المرأة، هذه الأمة السوداء، قالت: إني كنت في حي من أحياء العرب عند قبيلة من قبائل العرب، أمة مملوكة خادمة لهم. في يوم من الأيام خرجت مع إحدى بناتهم في يوم عرسها، يوم زواجها، حتى تغتسل خارج الحي. فلما وصلوا إلى المغتسل دخلت هذه المرأة العروس إلى المغتسل وتركت ملابسها، الملابس، عند هذه الأمة المملوكة. وكان من ضمن هذه الملابس كان وشاح أحمر، قطعة حمراء مرصعة باللؤلؤ أو مرصعة بالذهب وكذا، فاخر لبس العروس. في هذه الأثناء بينما هذه المرأة المملوكة عند هذه الملابس وتلك تغتسل، جاءت طائرة الحدأة، وطبعا هذه القصة في البخاري، جاء طائر الحدأة يأكل اللحم، هذا الطائر مثل النسر وغيره. فلما أقبلت هذا الطائر الحدأة نظر الوشاح فظن قطعة لحم، ظن أن هذا الوشاح قطعة لحم، فنزل على الوشاح فأخذ الوشاح وطار. حاولت هذه الأمة أن تمسك الطائر، لا، فطار الطائر بهذا الوشاح. خرجت المرأة من المغتسل لم ترى الوشاح، أين الوشاح؟ فقالت هذه الأمة، قالت: جاء طير الحدأة فأخذ الوشاح. فقالت هذه المرأة: ما يمكن، يعني شيء ما يمكن، العقل ما يصدق هذا الأمر، يعني قولي جاء رجل أخذه، لص أخذ هذا الطائر، أخذ هذا الوشاح، أخفيتي هذا الوشاح، أعطيتيه أحد، أخفيتيه، لبستيه، أما طائر يأتي ينزل من السماء ويأخذ الوشاح ويطير، هذا ما يمكن. فصاحت بأهلها، فأقبلوا أهلها يتعادون، ما الأمر؟ قالت هذه الأمة أخذت الوشاح، وقالت أنه جاء طائر الحدأة وأخذ الوشاح. قالوا: ما يمكن، الوشاح معك؟ قالت: والله ما أخذته. قالوا: بلى والله. وأصبحوا يفتشون هذه المرأة ويضربون هذه المرأة وهي تصيح هذه المرأة البريئة. فتشوا هذه المرأة حتى فتشوا عورتها، كل شيء فتشوه، ما وجدوا الوشاح. يضربون هذه المرأة ما وجدوا الوشاح. فسبحان الله، هي الآن كافرة، هي الآن مشركة. سبحان الله، الله عز وجل رد طائر الحدأة، فرجعت الحدأة، اكتشفت أن هذا أصلا ليس لحم، قماش أو جلد من أحمر، فأعادت هذا الوشاح، فلما كانت فوقهم أنزلته عليهم، فنزل الوشاح عليهم. فلما رأوا الوشاح يعني ندموا على هذا الأمر، علموا أنهم أخطأ، وهي تبكي هذه الأمة وتقول: ها هو الذي اتهمتوني به. تبكي هذه المرأة، فندموا على صنيعهم، ثم لم يروا أن يكافئوها إلا أن يعتقوها، فأعتقوا هذه المرأة، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، دخلت المدينة وأسلمت رضي الله عنها، وصارت صحابية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه